اليوم عندنا افتتاح عند سيارة جديدة تويوتا لاند كروز برادو 2018. احنا قبل فترة فتحنا هالمعرض جديد في اربيل، وان شاء الله احنا كشركة جيهان موتورز نكون في المقدمة حالنا حال البلدان الاخرى لنعرض السيارات الجديدة الموديل، السيارات اليابانية. واحنا نتواعد بان نخدم الزبائننا بكافة خدمات ما بعد البيع والقطع الغيار الأصلية، وأن نعرض السيارات الجديدة ونتحدى هالظروف الصعبة في الإقليم والمنطقة بأن نعرض التكنولوجيا الجديدة اليابانية كأول بأول في أربيل. شكري إلى شركة جيهان موتور بافتتاحهم اليوم وعرض سيارة برادو 2018 في أربيل. وحقيقة شفنا مواصفات حديثة في هذه السيارة برادو تويوتا 2018. طبعا أنا أحد زبائن هذه الشركة، حقيقة لديهم سيستم خاص، سيستم جميل جدا، أعتقد ما موجودة في شركات أخرى للسيارات.